شقراء فرنسية رائعة الجمال سلبت قلب الملك الحسن الثاني وعشقها بجنون لم يسبق له مثيل، غامر من أجلها بعرش المملكة المغربية وتخلت هي عن مستقبلها وكادت تنهي حياتها من أجله. لقاءهما الأول كان في مدينة الحب باريس، ومن النظرة الأولى بلت قصة العشق الجنوني المستحيل الذي قلب القصر المغربي رأسا على عقب. فما هي قصة هذا الحب الذي سكن قلب الحسن الثاني؟ وهل كانت نهايته فعلا بزواج سري أخفي على المغاربة؟ قناة ونيس، اشتراكك هو أكبر دعم لنا. عام 1956 يركب الحسن الثاني ابن الملك محمد الخامس وولي عهد المملكة المغربية آنذاك طائرة خاصة متوجهة للعاصمة الفرنسية باريس من أجل إجراء عملية استئصال للوزتين، فتمت العملية بنجاح. وطلب الطبيب من الأمير أخذ فترة للراحة لا تقل عن أسبوع. خلال هذه الفترة كان لقاءه الأول بالشابة الفرنسية تشيكا شورو، وهي ممثلة فرنسية صاعدة اسمها الحقيقي هو جانين باولي. ولدت عام 1920 بباريس، وفي العشرينيات من عمرها اكتشف المخرج الإيطالي مايكل أنطونيو موهبتها في التمثيل، فدخلت عالم الشهرة من أوسع أبوابه، وسرعان ما ملأت صورها أغلفة المجلات، فتقدم لطلب يدها واحد من أغنياء البلاد وهو ماكس شوغو، رجل أعمال ومالك لأكبر منحل لإنتاج العسل وتربية النحل بفرنسا. بعدها بفترة وجيزة انتهى زواجهما بعد اضطرار شيكا للاختيار بين زواجها والاستمرار في حلمها بالتمثيل. هنا ركزت أكثر على حياتها المهنية فازدهرت أعمالها ولاقت أغلب أفلامها نجاحاً مبهراً، وهي نفسها الفترة التي قابلت فيها الأمير المغربي بواحد من الفنادق الراقية بباريس، ومن أول نظرة سحر الثنائي ببعضهما ونشأت بينهما علاقة غرامية بسرعة كبيرة. وبينما كان الجميع يظن أنها مجرد علاقة عابرة، وعلى غير عادة الأمير المغربي بدأ يلتقي بإيشيكا كل يوم ليتجول معا في شوارع باريس أمام العلم، فتحول أسبوع الراحة من العملية لأكثر من 3 شهور بباريس، وهي أطول مدة استطاع الأمير توفيرها نظراً للمشاكل السياسية التي كانت تواجه المغرب آنذاك، خاصة بعد الاستقلال الفرنسي. ليتوجه الأمير إلى المغرب وقلبه ملتهب بالحب، فلم يترك مجالاً لأن تبعده المسافة عن محبوبته، بل كان يقضي ساعات طويلة من اليوم والليالي وهو يحادثها على الهاتف، الأمر الذي أكده مدحت أبو ورقات المسؤول عن تأمين اتصالات القصر الملكي آنذاك. وكان يقتنص أي فرصة ممكنة للسفر سراً ولقاء حبيبته. فلاحظ محمد الخامس والد الأمير وملك المغرب تشتت ذهن ابنه على غير العادة، وهو المعروف بذكائه وتركيزه، وتأكل من شكوكه بعد سماعه خبراً غريباً من أحد المقربين له. فقد طلب الأمير من السفارة الفرنسية المغربية بباريس معاملة إيشيكا على أنها دبلوماسية وتوفير كل ما تحتاجه فوراً، فاستوعب الملك أن عشقاً حقيقياً يسكن قلب ابنه دون شك، لكنه اختار تجاهل الأمر، فقد اعتقد أنها مجرد علاقة عابرة لن تطول، إلى أن فجر مقال على الصفحة الأولى لأشهر مجلة فرنسية، كتب عنوانها بالخط العريض: هل يتخلى أمير المغرب عن عرشه لأجل امرأة فرنسية؟ سؤال يستوجب 1000 جواب. فمن المعروف أن القصر المغربي يرفض هذا النوع من الزواج، خاصة أن إيشيكا مسيحية ومطلقة. لتبدأ هنا فعلاً قصة الحب الملكي المستحيل، فقد قررت إيشيكا أن تتخلى عن جميع أحلامها وأدوارها التمثيلية وتوجهت نحو المغرب لتعيش قرب حبيبها الذي تحدى بدوره القصر الملكي واسكنها بجناح فخم محاط بالحرس والخدم في العاصمة الرباط. فأصبحت القصة مادة دسمة للصحافة المغربية والفرنسية على حد سواء، وبدأ الشعب المغربي يطرح العديد من الأسئلة بخصوص هذه العلاقة ومستقبل للعرش المغربي. ليقرر محمد الخامس وراء حد وأخذ قرار نهائي، قرار خير فيه ابنه وولي عهده بصريح العبارة بين العرش المغربي ومحبوبته إيشيكا، ولم يكن يدرك أن ما يطلبه من ابنه سيكون آخر طلب له. فقد توفي الملك المغربي محمد الخامس بعدها بأيام قليلة، وتسلم الأمير عرش المملكة المغربية، فأصبح ملك المغرب الحسن الثاني، وهي مسؤولية كبيرة لم تترك له مجالاً للاختيار، فقد أدرك جيداً أن أيام شبابه وتهوره قد انتهت، فمنصبه الحالي لا يسمح له بالخطأ.
وكان من أول قراراته بعد اعتلائه العرش هو الأمر بأخفى يشيكا من جناحها للتوجه بها صوب طائرة خاصة توصلها بأمان لباريس. خلال الطريق المطار استوعبت إيشيكا ما يحدث وعرفت أن علاقتها بالأمير على وشك النهاية، فما كان لها سوى أن تحاول إنهاء حياتها فوراً وقطع شرايين يدها لتتحول الرحلة المتوجهة للمطار صوب المستشفى ويتم إنقاذ حياتها بصعوبة بالغة. ففزع قلب الحسن الثاني عند سماعه الخبر وحرص على البقاء بجانبها مدة طويلة حتى اطمأن على وضعها. وبعد أيام قليلة من تماثلها للشفاء سمعت خبر زواج الملك من اللطيفة، فكانت هي من اتخذت قرار العودة لباريس هذه المرة بقلب مجروح وحب كانت نهايته صعبة جدا عليها. ورغم مرور السنوات على هذه العلاقة استمرت الصحافة بنشر إشاعات حول زواج الملك من إيشيكا سررا، خاصة بعد عودتها للمغرب بشكل سري لتقطن بمدينة مراكش. لكن الحقيقة أنها تلقت عدة اتصالات من الملك بعد سماعه بتدهور حالتها النفسية يشرح لها موقفه وواجبه كملك بالحفاظ على عرش بلده واحترام تقاليد شعبه. فكانت إيشيكا متفهمة جدا وبقيت على علاقة صداقة وطيدة بالقصر المغربي وزوجة الملك أيضا، واستقبلها الحسن الثاني بعد زواجها من رجل أعمال يدعى فيليبا ريمس بالقصر الملكي بمدينة صخيرات. ودامت علاقة الاحترام والود بينهما حتى بعد أن فرق القدر قصة حبهما. وحافظت إيشيكا على وفائها للملك المغربي طيلة حياتها وحتى بعد وفاته بشكل مفاجئ عام 1999، فقد رفضت آلاف العروض وملايين الدولارات التي عرضت عليها من قبل الصحافة الفرنسية لتسريب معلومات علاقتها مع الملك كتصوير فيلم وثائقي أو نشر صور لهما، وذلك احتراما منها لذكرى رجل، حتى بعد أن فرق القدر قصة حبهما. لذلك كسبت إيشيكا مكانة خاصة في قلوب أفراد العائلة العلوية وحضرت حفل زفاف الملك محمد السادس مع الأميرة ليلى سلمى، وبقيت تعيش في مدينة مراكش حتى وفاتها في يناير من عام 2022 وعمرها 98 سنة، لتخذ معها أسرارا نعلم عنها أقل بكثير مما نجهل وتفاصيل علاقة ملكية مشوقة تخلت من أجلها عن حلمها وكادت تزعزع ثبات العرش المغربي وتقاليد العائلة العلوية المتوارثة أبا عن جد. فما هو رأيكم حول قصة هذا الحب الأسطوري والوفاء الذي حافظت عليه إيشيكا رغم إغراءات المال والاحترام الذي جمع الثنائي حتى بعد انتهاء العلاقة؟ وهل تتفقون مع قرار الحسن الثاني باختياره العرش عن الحب؟ شاركونا آرائكم بالتعليق. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.